يقدم العائدون من الموت لكي تخرج من يأسك وتنتصر على نفسك. عليك أن تبحث عن بوابات الحياة عبر الوقاية من المخدرات. برنامج أسبوعي يتابع ملف المخدرات والإدمان بجوانبه الصحية وتأثيراته الاجتماعية. تعده وتقدمه للإذاعة إيناس كريم. العائدون من الموت. السلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج العودة من الموت. هذا البرنامج من إعدادي وتقديمي إيناس كريم وإخراج مصطفى آل هويان. هذا البرنامج يأتيكم أسبوعيا من إذاعة القوات المسلحة العراقية من العمليات المشتركة. برنامج العودة من الموت هو برنامج معني بملف المخدرات بالعراق ومكافحتها، برنامج يتناول هذا الملف من جانب أمني ومن جانب علاجي وأيضا من جانب قانوني ومن جانب وقائي، وأيضا نتناول آخر الأخبار بالعمليات الأمنية اللي تقوم بها وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية بمكافحة المخدرات. ضيفي اليوم هو أحد صناع النصر وقادة التحرير، وأينما ذكر هو أو فرقته لا يأتي على الذهن سوى الشجاعة والبطولة والتضحيات التي ما زالت مستمرة إلى الآن بعد الحرب ضد داعش. تضحيات وانتصارات كبيرة على عدو اليوم وهو المخدرات. انتصرنا على إرهاب داعش، ولكن اليوم احنا نواجه إرهاب من نوع آخر، إرهاب المخدرات، إرهاب المنازل. اليوم الرد السريع هو دا يقوم بعمليات أمنية كبيرة ضد تجار المخدرات. رحبوا معي بالسيد الدكتور ثامر الحسيني، أو مثل ما يحب نسميه السيد أبو تراب. رحبوا معي بالسيد الفريق أبو تراب. حياكم الله. أهلا وسهلا. وطبعا الحقيقة هذا برنامج يعني جدا مهم ومفيد، وأعتقد يعني المحاور اللي تفضلت بها يعني محاور جدا مهمة وتحتاج إلى بحث وإلى تدقيق ل يعني وضع المعالجات الحقيقية إلى هذه الآفة الكبيرة. أهلا وسهلا بك سيادة الفريق، نورتنا وشرفتنا. بداية مستمعين الكرام، أريد أقول أنه اليوم العمليات الأمنية اللي تقوم بها وزارة الداخلية والرد السريع عمليات أمنية كبيرة جدا تستحق أنه نسلط الضوء عليها ونتكلم بها. بداية سيادة الفريق، الرد السريع هو القوة الضاربة لوزارة الداخلية، وشاركت بحرب التحرير وكانت متميزة بصراحة بدورها، والآن هي مختصة بملف المخدرات. شنو الفرق سيادة الفريق بين الحرب ضد الإرهاب والفرق بين الحرب ضد المخدرات؟ نعم، للتصحيح يعني هي مو متخصصة الآن، ولكن انضافت إلى مهام فرقة الرد السريع مهمة أخرى هي مكافحة المخدرات، دعم وإسناد مديرية العامة للمخدرات. قبل 6 أشهر يعني تكلفنا بهذا الملف من قبل السيد معالي وزير الداخلية المحترم لأهميته، والحقيقة أنه ضمن البرنامج الحكومي لدولة رئيس الوزراء اهتمام بهذا الملف، لأنه اعتبر مثل ما وصف القائد العام للقوات المسلحة أنه الآن هو الأخطر من داعش، وأخطر ملف أنه أمني تكافح اليوم الحكومة بكل مؤسساتها الأمنية. لذلك كلفنا فرقة الرد السريع بدعم وإسناد مديرية المخدرات. هاي من ضمن الإجراءات اللي اتخذتها وزارة الداخلية، أولا ربطة المديرية مباشر بمعالي السيد وزير الداخلية، ودعم كبير من دولة رئيس الوزراء والسيد وزير الداخلية إلى هذه المديرية. من بعد ما بدت يعني الحقيقة أنه إنجازات إلها كبيرة،
وعمل كبير لهم. اصطدموا بمجموعة كبيرة من العمليات القتالية اللي هي ما كانت يعني بالضبط كلش عليها الضوء مسلط عليها الضوء. لذلك يعني أمر السيد معالي وزير الداخلية فرقة الرد السريع بدعم وإسناد هذه المديرية لتنفيذ عمليات إلقاء القبض نتيجة بعض الحوادث اللي صارت بعمليات إلقاء القبض من قبل مديرية المخدرات أو الجهات اللي كانت تدعم هذه المديرية. التجار الحقيقة يعني كانوا ماخذين أنه من الطبيعي أنه يواجهون القوات الأمنية، لذلك أنه صارت بعض الخسائر والتضحيات من قبل أبطال هذه المديرية وقوات الشرطة. لذلك أمر السيد معالي الوزير أنه الفرقة هي تتكفل بعمليات تنفيذ إلقاء القبض. ومثل ما تعرفون ويعرف المستمع الكريم أنه هذه الفرقة هي فرقة مختصة بعمليات المداهمات، وأصل المهمة اللي كانت هي لفرقة الرد السريع هي إلقاء القبض على الإرهابيين، واشتركت بكثير من العمليات أو كل عمليات التحرير الحقيقة أنه اشتركت بها هذه الفرقة، واكتسبت فرقة يعني خبرات كبيرة بهذا الموضوع. ومن تكلفنا بهذا الواجب يعني الحقيقة أنه اصطدمنا بمجموعة كبيرة من اللي كانوا يصورون نفسهم أنه هم أقوياء أو يصورون أنه يرهبون القوات الأمنية، ولكن الحمد لله لحد الآن أقول أنه ماكو واحد اصطدم مع فرقة الرد السريع، و يعني إما ألقي القبض عليه أو أنه انقتل. بالنتيجة يعني خلال هاي 7 أشهر الحمد لله كانت عمليات جدا ناجحة، جوز أكثر من 16 تاجر أنه واجه القطعات بأثناء تنفيذ المهمة، وتم قتلهم جميعا رغم الأساليب اللي استخدموها، أساليب طبعا جدا إرهابية، أقول أسميها بمستوى الإرهابية، أنهم يستخدمون الرمانات، يستخدمون الأسلحة المتوسطة، يستخدمون عوائلهم أنه كدروع بشرية. والحمد لله يعني ولا مدني أنه تأثر لا من عوائلهم ولا من المنطقة اللي هم بيها والجوارين اللي يمهم، وكل العمليات يعني تنفذت باحترافية عالية وكانت نتائجها جدا جيدة. واضحة جهودكم سيادة الفريق، متابعة شخصيا أني لهذه العمليات الأمنية اللي تقومون بها، وتحديدا العمليات اللي صارت بمحافظة ميسان، الإنزالات الجوية اللي قمتوا بها بمحافظة ميسان وتصفيت وقتل هواية من تجار المخدرات، عمليات أمنية ناجحة، ممكن تحكي لنا عن هذه العمليات؟ يعني هي بتضافر الجهود اللي احنا نعتبره واجب وطني، احنا و دولة رئيس الوزراء، السيد معالي وزير الداخلية، كل الأجهزة الأمنية، قيادة العمليات المشتركة، وكل الأجهزة الأمنية اليوم قاعد تعتبر أنه مكافحة المخدرات هذا واجب وطني، وواجب على الجميع أنه نسخر كل الجهود في سبيل مكافحته. الحقيقة كان لاستخبارات رد السريع دور كبير بمساعدة أخوانهم مديرية العامة للمخدرات، و بوجود أبطال في مديرية المخدرات ضباط ومنتسبين، اختراق هاي العصابات والوصول إلى أعضاء من عدها وإلى معلومات دقيقة، يستغلون طبعا هم دائما المناطق النائية البعيدة اللي تكون بالأهوار أو بالصحراء أو بالمناطق المدنية، بالنتيجة أنه يحاولون بشتى الطرق أنه تهريب ونقل وتوزيع هاي المواد المخدرة. لذلك انه بتضافر هاي الجهود ارجع اكررها لانه كلش مهمة اليوم ان جميعا نتضافر، يعني اقول مكافحة داعش ضافروا جهود كل العراقيين بدون استثناء، مدني وعسكري ومؤسسات حكومية وعلمية وصحية ودينية، أنتجت أنه انتصار كبير للعراقيين على داعش الإرهابي. هاي الجهود يجب أيضا أن تتضافر حتى نحقق هذا النجاح. اليوم عندنا خطوات
جدا سريعة إلى الأمام مكافحة المخدرات، نعتقد أنه إذا تستمر على هالوتيرة هذه أو نتطور بعد شوية أكثر راح نحد من جريمة كبيرة اسمها تجارة المخدرات بمستوى كبير. وطبعا تجارة المخدرات يعني اليوم تطورت، وهي تجارة عالمية، وهي التجارة العالمية وصلت اليوم المديرية العامة للمخدرات بالتنسيق الإقليمي، وهذا بعد مرحلة جدا متطورة. أعتقد أنه المديرية المخدرات عقدت وزارة الداخلية مجموعة من الاتفاقات مع الدول الإقليمية والمستوى العالمي لمكافحة المخدرات، والجهود الوطنية اليوم اللي تنتج لمكافحة هذه المخدر يعني هذه الآفة الكبيرة جهود جدا جبارة. رغم وجود الاختصاص، ولكن اليوم نلاحظ أنه كثير من الأجهزة اليوم الدفاع تشتغل نفس الشغل، الأمن الوطني يشتغل نفس الشغل، المخابرات يشتغل نفس الشغل. الجيد بالموضوع أنه صبت كلها بمصب واحد، أنه ترجع إلى مديرية المخدرات، وهذا التوجيه من دولة رئيس الوزراء بخصوص أي شيء يخص المخدرات لازم يرجع إلى المديرية العامة للمخدرات. صارت أكو مجموعة كبيرة من المعلومات، مجموعة يعني حصلنا على طرق وخطط هذه العصابات، آلية تهريب المخدرات إلى داخل البلد، وهذا يعني أنتجت الحقيقة هذا التنسيق العالي حتى مع إقليم كردستان. لاحظنا يمكن قبل فترة مو بعيدة أنه بإقليم كردستان ضربت أنه شبكة جدا كبيرة وكميات كبيرة من الكريستال تم إلقاء القبض على هاي الشبكة وعلى هاي الكميات اللي عندهم. لذلك يعني تضافر هاي الجهود، وحتى إلى نوصل إلى أنه عمليات إنزال جوي، اشترك طيران الجيش بالموضوع، الاستخبارات أنه وصلت إلى مكانات سابقا أنه ما كانت توصلها، أنتجت أنه الحمد لله يعني عمل كبير. ولكن عندنا الحقيقة أنه التحدي أيضا كبير، تحدي جدا كبير، ويحتاج من عندنا المزيد، يحتاج من عندنا أنه التنسيق بعد أكثر حتى لو نصل إلى النتائج المرجوة إن شاء الله. إن شاء الله. يعني بالحقيقة أنا متابعة جيدة للعمليات الأمنية اليوم، القوة الضاربة لتجار المخدرات ومكافحة المخدرات، جهود حقيقية، أكو شغل حقيقي دا أشوفه من معالي وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري. هذه الجهود كنا نحتاجها من زمان، لكن الحمد لله أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. سيادة الفريق، الرد السريع اكتسب مهارات من خلال الحرب المباشرة مع عصابات داعش، وبنفس الوقت هذا تحدي أني أشوفه. سيادتك تشوف أنه الحرب مع تجار المخدرات تتجاوز كونها أوامر قبض أم قتال يحتاج إلى قوة مدربة؟ لا هي تحتاج الثنين، يعني أكيد تحتاج إلى أنه إحنا يصير عندنا يعني أولا العمل داخل المدينة يختلف عن العمل مع عصابات داعش. عصابات داعش إنها قوات مسلحة أو عصابات مسلحة تقاتل القطعات. اليوم عصابات المخدرات جزء من عندهم عنده هذا الاستعداد، أو الحقيقة إنه تمادى يعني لفترة معينة إنه تمادى بإنه يستخدم السلاح ضد القطعات اللي كانوا يحاولون إنه يداهمونه. هذا التمادي يعتقد انه هو قوي، يعتقدون انه هاي العصابات انه هم اقوياء، من اصطدموا بالرد السريع، لانه يعني احنا عندنا نطبق قواعد اشتباك، وهي قواعد الاشتباك يعني معروفة لدى القطاعات القتالية، واذا كانت خاصة انه قطاعات متمرسة انه تعرف يمتى تستخدم السلاح، وغطائها القانوني واضح. يعني أكو يسمونه بالقانون أنه جريمة مشهودة، أنه أي واحد أنه يطلق النار باتجاه القطعات الأمنية أنه صار تحت الجريمة المشهودة. والسادة القضاة يعني الحقيقة إحنا تحية لهم من خلال هذا برنامجكم،
قضاة قتاليين عندنا يعني الحقيقة، مثل ما استشهد رحمة الله عليه القاضي أحمد بالعمارة، وكثير من الأخوة القضاة يعني اليوم فعالين وعمليين وواقعيين. مكافحة المخدرات اليوم نشوف القضاء يعني حاسم وحازم، وهذا الحزم والحسم من القضاء يحتاج إلى قطعات حازمة وحاسمة يعني. لذلك احنا ظلينا نستخدم وياهم هاي الطريقة. شوف بالبداية أول ما استخدمنا يعني الرد السريع أنه صار هو المنفذ لمذكرات القبض، صارت عندنا مجموعة مصادمات معهم كثيرة الحقيقة، ولكن كل ما بيها ظلت تقل. ليش؟ لأنه هم وصلوا إلى نتيجة أنه اللي يصطدم مع القطعات يقتل، وهاي النتيجة يعني كل ما بيها أنه توضح إلى هؤلاء التجار. لذلك نلاحظ خلال الفترة يعني هاي الشهرين اللي مضت، الشهرين اللي مضت ما بها اي مصادمات، رغم انه احنا اعتقلنا اعداد كبيره جدا، رغم انه صادرنا مواد مخدره كثيره جدا، ولكن اي مصادمه نشوف ما من عندهم. ليش؟ لانه هو متاكد انه اذا رمى على القطعات معناها انه راح يموت. وهذا الحزم والحسم من قبل يعني الرد السريع باتجاه تجار المخدرات، اللي أتمنى أنه من كل القطاعات بدون استثناء أنه يتعاملون معهم بهذا الشكل. هذا يحد بشكل كبير جدا من أمانهم اللي كانوا واضعين إلى نفسهم. فلذلك اليوم إحنا يعني نتعامل مع الموضوع باحترافية، أنه هاي القطاعات هي قطاعات قتالية رايحة تنفذ مداهمة، أي مخالفة وتكون جريمة مشهودة نتعامل إياها وفق قواعد الاشتباك. والحمد لله يعني لحد هاي اللحظة، هاي السبعة أشهر أقلش الآخر شهرين، يعني أي مصادمة ما صارت مع تجار المخدرات، لأنهم استيقنوا أنه من يواجه القطعات أنه يقتل، رغم استخدامهم يعني بعضهم أنه استخدموا بالبداية أنه رمانات هجومية، استخدموا الأسلحة المتوسطة، استخدموا عوائلهم كدروع بشرية أكثر من مرة، ولكن الحمد لله هاي الاحترافية اللي يملكونها اليوم الرد السريع بتنفيذ هذه المهام والواجبات، جريح واحد ما صار من المدنيين أو خارج هذول العصابات. لذلك كانت النتائج يعني الحمد لله جدا جيدة، ونعتقد أنه على مستوى التنفيذ اليوم للمهام مستوى عالي جدا، تنسيقنا جدا عالي مع مديرية المخدرات بكل المحافظات، وإن شاء الله ماشيين بالاتجاه الصحيح. سيادة الفريق، سؤالي شلون يكون التنسيق بين مديريات مكافحة المخدرات بالعراق وأيضا الرد السريع؟ شنو تفاصيل التنسيق بين هذه المديريات والرد السريع؟ أولا احنا يعني عندنا التوجيه واضح من معالي السيد وزير الداخلية أنه التنفيذ يكون من خلال فرقة الرد السريع، جمع المعلومات، احنا نشترك مع المديرية العامة للمخدرات بجمع المعلومات الاستخبارية والاستطلاع، ونرسم الخطة للتنفيذ مشتركة. عندنا ضباط ارتباط مع مديرية المخدرات ثابتين، تواصلنا مع يعني مديرية المخدرات على مستوى القيادة، انا شخصيا مع المدير العام المخدرات اللواء أحمد مباشر، ربطنا كل مديريات المخدرات بالمحافظات الـ15 كلهم مرتبطين مباشر مع آمري الألوية اللي مسؤولين على المحافظات اللي من عندنا من الرد السريع، وبالمباشر مرتبطين مع ضباط الاستخبارات. هذا الاندماج وهذا العمل المشترك أنتج عندنا اليوم مجموعة من الواجبات الاستطلاعية والواجبات العسكرية. على مستوى الاستطلاع يعني دائما هم يجيبون معلومة، احنا نساعدهم بمن مثلا يحتاج سيارة مدنية، نروح ننفذ مدني، مرات ننفذ مدني وعسكري، ننفذ بالليل، ننفذ بالنهار، ننفذ العفو طائرات وإنزال جوي. فآلية التنفيذ دائما يعني احنا نرسمها، جمع المعلومات هم عليهم،
هم مو قاصرين بتنفيذ الواجبات اصلا، هم ينفذون ويانا يعني دائما هم ينفذون ويانا. الآلية عندنا انه اي متهم نلقي القبض عليه او مواد نصادرها بالمباشر احنا نسلمها لهم، يعني دائما التحقيق المواد هم كجهة اختصاص احنا نعطيهم مباشر. امري افواجنا وضباط استخباراتنا بكل المحافظات منسقين مع كل المديريات بالمحافظات، لذلك اليوم انتاجنا على مستوى التنفيذ والتنسيق جدا عالي، يعني ما عندنا اي مشكلة والحمد لله. خلال هاي الفترات السابقة يعني اقدر اقول بالمئات انه من الواجبات اللي نفذناها، وهاي الواجبات الكثيرة انتجت عندنا مجموعة كبيرة من القاء القبض، اضافة الى مصادرة كميات جدا كبيرة خلال هاي السبعة اشهر. جهود مباركة سيادة الفريق، جهود أني أشوفها بشكل شخصي، وبنفس الوقت ردع حقيقي لتجار المخدرات من يشوفون هذه القوة الضاربة لوزارة الداخلية، ومن يشوفون حكم الإعدام دي يتطبق على كل تجار المخدرات. بالنتيجة رح يخافون، رح يتراجعون، أو ممكن يسلمون نفسهم. مستمعين الكرام، فاصل ونعود. أهلا بكم مستمعين الكرام مرة أخرى. سيادة الفريق، أريد أسألك الإجراءات الوقائية اللي تتخذها الأجهزة الأمنية، كافة التفاصيل والقرارات اللي اليوم تتبعها الحكومة العراقية بملف مكافحة المخدرات، تشوفها كافية أم يحتاج قرارات من نوع آخر، إجراءات من نوع آخر؟ يعني أصل أي عمل يحتاج إلى تشريع. الحكومة العراقية وبداية من البرلمان، اليوم قبل الحكومة التنفيذية، اليوم من البرلمان أنشأ واستحدث لجنة خاصة بالمخدرات، وأعتقد أنه هي اللجنة الوحيدة بالبرلمانات بالوطن العربي أو بالشرق الأوسط. صح. وهذا فد شيء كلش مهم، أنه اليوم المشرع العراقي يحس بهذا الخطر الكبير اللي قاعد يداهم الشعب العراقي، وهذه التفاتة من المشرع العراقي جدا كبيرة. هاي اللجنة أخذت على عاتقها كثير من التنسيقات اليوم بين الحكومة التنفيذية والسلطة القضائية، أنتجت عندنا اليوم مظلة قانونية تظلل الأجهزة الأمنية العملياتية أو تغطي القضية العملياتية عموما بغطاء قانوني، وهذا فرد شيء جدا جدا مهم بالنسبة للمنفذين، أنه أنت اليوم الأجهزة الأمنية تشتغل تحت غطاء قانوني ما تتردد. اليوم لعله يعني كثير من تجار المخدرات احنا قتلناهم وراحوا واشتكوا علينا أهلهم وذويهم، ولهم حق طبعا، القانون اليوم هم يشكيهم وإحنا نعطيهم الحق، ولكن أنه اليوم الأجهزة القضائية أنه تقدر أنه أول مرة ما أخذ موافقة، أنت لو ما وافق عدى علم، لو ما عند القاضي شنو الإجراءات المتخذة، أنه وفق الضوابط لو مو وفق الضوابط، مطابقة للقانون لو مو مطابقة للقانون، هذا يعني إن إحنا كلش زين، إن اليوم كأجهزة أمنية تعلمنا أنه نحن نشتغل تحت مظلة القانون وملتزمين بها، يعني وتوجيهات السيد معالي وزير الداخلية أن جميعا اليوم بالوزارة أنه إحنا نشتغل تحت هاي المظلة، ونحاول جهد الإمكان أنه كوزارة الداخلية. يعني اليوم أنا قبل لا أجي البرنامج كنا إحنا بمؤتمر قانوني
وقائي إلى كل الآمرين اليوم، يعني مو بس بالقانونية اليوم هذه اشتغلة، لا حتى الآمر أنه كلف أنه بهذا التكليف القانوني على أنه أنت شلون تشتغل وفق الضوابط ووفق القانون، وذني أشياء جدا جدا مهمة اليوم. وزارة الداخلية شقد ما راحت أنه تطبق القانون. إحنا اليوم تطبيق القانون يحتاج له من عندنا يعني جدية وعلى الجميع، بس احنا قاعد نمر بفترات صعبة. يعني اليوم العراق الجديد بعد 2003 مراحل يعني الحقيقة انه صعبة اليوم مر بها البلد، من ارهاب وتنظيم قاعدة وبعدها داعش، وبعد داعش اليوم هذا الوضع الاقليمي، اضافة الى اليوم هاي الآفة الكبيرة اللي احنا يعني نتحدث عنها آفة المخدرات. هذا اللي تحتاج من عندنا يعني حزم وقوة تنفيذ القانون ليرضخ الجميع للقانون. ما كل يوم واحد فوق القانون، القانون جدا قوي بس أدوات اليوم تحتاج إلى تطبيق، يكون عندك أدوات حقيقية أنه تنفذ القانون وما تتردد. وأعتقد أنه هاي أكثر ما يميز فرقة الرد السريع، أنه إحنا نتعامل بالقانون وبحزم ونفرض القانون بقوة وأين ما نذهب. يعني هسه إحنا قضية مخدرات، قضية عشائر، قضية أحزاب، قضية شنو اللي يصير الموضوع، بالنتيجة فرض القانون يحتاج إلى قوة إلى تنفيذه، ويحتاج إلى مهنية وتبتعد عن قضايا اسمها يعني مناطقية وقومية وحزبية وهذه المسميات اللي اليوم تميز إنسان عن إنسان. هذا اللي مقابل القانون كلهن يعني ما لهن قيمة. الأصل أنه أكو قانون أنه الإنسان ما يتجاوزه. احنا نحاول انه نطبق هذه الاشياء بشكل احترافي كفرقة رد سريع، نثبت عليها دائما ونركز عليها. كثير من الدورات يعني اليوم الرد السريع انه دخلناها هي مو دورات فقط قتالية، ولكن آلية التطبيق انه خاصة احنا يعني من رجعنا من حرب مع داعش وراحت قطاعات اسمها قطاعات قتالية، صارت من ترجع تتعامل مع المدنيين يحتاج لك الى إعادة تأهيل. وهي يعني أعتقد أنه إحنا نهاية 2017 مباشرة بدينا ندخل فرقة الرد السريع بكل منتسبيها ضباط ومنتسبين، وبدأنا أساسا بالآمرين، وبعدين كل الضباط دخلت هاي الدورات. أنه قضية العودة إلى الشرطوية، لأنه إحنا اليوم راح نتعامل مع ناس مدنيين بعد مداعش، وأنه نتعامل دائما أنه بالمنطقية. و صارت الحقيقة يعني مجموعة واجبات كثيرة أنه كلها داخل المدن، وهاي تحتاج إلى تطبيق القانون بشكل صحيح. وإحنا نسعى لها دائما، أنه حتى يعني استثمرنا أنه علاقاتنا اليوم بمجموعة كبيرة من المؤسسات التعليمية والمؤسسات الصحية والقانونية، و يعني استفادين من مجموعة كبيرة من الدكاترة، من أخوان الدكاترة اللي أساتذة بالجامعات ورؤساء جامعات، ودخلنا يمكن أكثر من جزء 400-500 ضابط إحنا بس مدخلينهم دورات غنى عن كل المنتسبين. مستمرين إنه بقضية القانون الدولي الإنساني وقواعده وترسيخه، قواعد قانون حقوق الإنسان، القضايا الإدارية شلون تتعامل مع القضاء، شلون تتعامل مع قيادة الشرطة، شلون تتعامل بمركز، شلون ذني يعني القواعد القانونية المهمة جدا أنه إحنا نشتغل على أساسها. لذلك اليوم يعني بفضل الله سبحانه وتعالى واجبات الرد السريع أقدر أقول أنه واجبات ناجحة، لأن دائما تشتغل تحت مظلة اسمها القانون، أضافة إلى أنه أخذ الأوامر بالشكل الصحيح وتطبيقه. جهود مباركة سيادة الفريق. يعني أنا بشكل شخصي أنا متابعة وسعيدة بهذا العمل، وبنفس الوقت سعيدة بهذا التنسيق، يمكن لأنه أنا قريبة من المدمنين وعلاجهم، فأعرف النتائج الردع ونتائج ضرب تجار المخدرات. فاصل ونعود إليكم.
أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام مرة أخرى. سيادة الفريق، أريد أسألك على الإجراءات الأخيرة اللي قامت بها وزارة الداخلية بخصوص المصحات القصرية لمدمنين المخدرات، شنو رأيك بهذه الإجراءات؟ يعني هي من ضمن التوجيهات اللي سيد معالي وزير الداخلية والإصلاحات أقولا إلى المديرية العامة للمخدرات، أنه أمر أنه تكون 15 مصحة و15 سجن ب15 محافظة، وهذا فد يعني شيء كبير أنه قامت به المديرية العامة للمخدرات ودعم مباشر من السيد معالي وزير الداخلية، طبعا مقترن بتوجيه دولة القائد العام للقوات المسلحة إلى كل المحافظين أنه الكل يدعم مديرية المخدرات، يعني الحقيقة أنه هي تطلع بواجب جدا كبير ومهم وحساس. فلذلك اليوم صار عندنا 15 سجن بكل محافظة و15 مصحة، تعاون كبير من قبل وزارة الصحة بهذا الاتجاه، لأن تدرين أنه هذا يعني يهدد اثنين، يهدد أول مرة المجتمع، وهذا يعني يحتاج من علماء الاجتماع، المؤسسات الدينية، المؤسسات التعليمية جميعا، أنه إحنا هاي قضية اجتماعية أنه قاعد يهدد المجتمع، أضافة إلى أنه هي قضية صحية اللي يتعاطاها، والطرق اللي ممكن أنه نخلص هذا المدمن أو المتعاطي من هذا الموضوع، واجبنا إحنا مكافحة يعني المخدرات. أنا أقصد أول مرة أقول التجار والناقلين والموزعين، هذول بالدرجة الأولى طبعا هو هم مذنب، هذا اللي يتعاطى يعني ما نقول إنه هو بريء، ولكن ذنب أقل من غيره كأجهزة أمنية قضائية، إنه نتوجه باتجاه هذول الفئات الثلاثة بشكل كبير، ونتجه بالاتجاه الآخر اللي هو معالجة المتعاطين، وهاي تحتاج طبعا إلى يعني وقت، وتحتاج إلى ناس مختصين، وتحتاج إلى أماكن مختصة. اليوم صحيح أكو فد شيء يعني صار وجهود مباركة، بس العراق يحتاج أكثر من هذا الموضوع، وإن شاء الله يعني الوزارة متوجهة إلى عمل أكبر، خاصة 2024 أكو توجه إلى دعم ملف المخدرات، وندعم يعني الحقيقة خلال هاي الفترة ب أموال، ضباط، منتسبين، أماكن. نحتاج بعد؟ إيه نحتاج بعد، أكيد إنه إحنا نحتاج بعد، ولكن اليوم الحمد لله أكو تقدم جيد جدا بهذا الاتجاه. يعني من سنوات أني أتكلم بموضوع المصحات القصرية اللي طالبنا بها وزارة الداخلية، اليوم من تكون يكون جهاز أمني مهتم بالجانب العلاجي، هذه خطوة تحسب إلى وزارة الداخلية. بارك الله بجهودكم سيادة الفريق. شكرا. سعيدة جدا وسعيدة أنه كنت ضيفي اليوم، وبنفس الوقت انطيتنا هذه المعلومات المهمة، وبنفس الوقت نوضح بالإعلام دور الرد السريع. أكو جنود مجهولين أحيانا، ولكن هم اليد تضرب التجار المخدرات. شكرا جزيلا سيادة الفريق، ونورتنا اليوم من إذاعة القوات المسلحة. أهلا وسهلا بك مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام بآخر الأخبار اللي قامت بها الأجهزة الأمنية بضرب عصابات وتجار المخدرات. أول خبر ويانا هو شرطة بابل تلقي القبض بكمين محكم على 3 مطلوبين متهمين بترويج المخدرات وتضبط بحوزتهم أدوات للتعاطي. أيضا الشرطة الاتحادية وبإسناد استخباري تلقي القبض على تاجر للمخدرات في حي الجهاد في بغداد، وتضبط أكثر من 1.5 كيلو من مادة الكريستال المخدرة، وأيضا تلقي القبض على تاجرين في كركوك. أيضا الفرقة الرد السريع تلقي القبض على 3 متهمين وبحوزتهم مواد مخدرة وآلات للتعاطي في كربلاء. وأيضا بسياق متصل شرطة الأنبار تلقي القبض على عدد من المطلوبين وبحوزتهم مواد مخدرة وحبوب الكبتاغون المخدرة. وأيضا شرطة البصرة تكشف عن خط دولي لتجارة المخدرات وتضبط كميات كبيرة من المخدرات.
أيضا بسياق متصل فرقة الرد السريع وبالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات في ميسان تلقي القبض على تاجر وبحوزته كيلوغرام من مادة الكريستال. وأخيرا الشرطة الاتحادية تلقي القبض على متهم بالقتل العمد وتضبط عنده أكياس كريستال وأدوات للتعاطي في مدينة الصدر في بغداد. شكرا لكل قواتنا الأمنية البطلة، شكرا من أصغر منتسب إلى أكبر ضابط، أنتوا أملنا وبنفس الوقت أنتوا حماة بلدنا. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم، نلتقيكم الأسبوع المقبل إن شاء الله وحلقة جديدة من برنامج العودة من الموت من إعدادي وتقديمي وإخراج مصطفى آل هويان لعراق خالي من المخدرات إن شاء الله. أستودعكم الله.